حج الرفاهية أو حج الفي آي بي، هكذا تم تسمية صيغة جديدة للحج من طرف الديوان الوطني للحج والعمرة، وبالتنسيق مع وكالة النجاح للسياحة والأسفار تم تخصيص 200 جواز سفر كأول تجربة لهذا النوع من الحج، الذي يتميز بتوفير خدمات راقية للحاج ويضعه بالقرب من منطقة الجمرات وخدمات أخرى. وكالة النجاح وبالتنسيق مع الديوان الوطني للحج والعمرة ترفع هذا العام التحدي بمخيمات الفي آي بي، والتي تتميز بقربها من الجمرات وتوفير السكينة والراحة للحاج لأداء المناسك على مستوى راقي من الخدمات. الحصة الإجمالية لهذه السنة أو لهذه الصيغة على المستوى الوطني 200 حاج. الصيغة جاءت تلبية لطلبات زبائن الوكالة الميسورية الحالة، فما كان على الديوان الوطني إلا تلبية الطلب. جاءت هذه الصيغة تلبية للطلبات الملحة من طرف الزبائن الذين يفضلون هذا النوع من الخدمات. أول رحلة للحجاج الميامين إلى البقاع المقدسة ستكون يوم 25 جويلية الجاري، وعملية الحج ستؤطرها 44 وكالة سياحية.